السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تذكرت الشيخ كان يدرس لنا مادتي التفسير والحديث، وذكر لنا مرة أن أحاديث فضائل السور كلها أو معظمها موضوعة مكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم، وبناء عليه أصبحت لا أعير انتباها وأنا بقرأ في أي كتاب تفسير لفضل السورة، أحاديث فضائل السور عن فضل قراءة السورة أو فضل الصلاة بها أو أي فضل فيها، يعني أو مثلا سورة الواقعة اللي يقرأها يرزق، سورة الفتح اللي يقرأها في أول رمضان أول ليلة في رمضان ينصر طول العام في أي أمر يريده، وهكذا. وأهل المدينة المنورة كانوا إذا بدأوا التراويح كانوا يبدأوها بسورة الفتح. فالمهم الواحد وهو بيجلف في كتاب التفسير خلاص معه عيل صغير وسمع معلومة من شيخ، وإحنا لسه في سن الصغر خلاص سمعنا المعلومة، بناء عليه تفتح ابن كثير تجي قالب إيه للصفحة اللي فيها فضل السورة وتبدأ تقرأ في تفسير السورة مباشرة، لكن بعد تجارب أكثر من النظر ومدرسة الأمر وجدت أن القرآن الكريم له فضائل كبيرة وعظيمة، وكل سور لها خصائص، بل كل آية، وأنك لو سألت الله عز وجل يجب عليك أن تسأله إما باسم من أسمائه أو صفة من صفاته، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وحتى في الحلف كلام الله وهي من أخص الصفات الإلهية العزيزة العظيمة. يا أخوة الكلام ده تذكرت وأنا بقرأ في الآيات أول الجزء الثالث، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. الآية بتتكلم عن أن الرسل وهم أنبياء الله صفوة البشر، صفوة المختارة من البشر. الميزة في الرسل أنهم مهيئون لاستقبال وحي السماء، لاستقبال نداء الله سبحانه وتعالى. واحد يسأل كيف هذه التهيئة، كيف يستقبل الرسل الوحي المنزل عليه من الله تبارك وتعالى عن طريق أمين الوحي جبريل، كيف يتعاملون وهم بشر مخلوقون من طين مع ملك مخلوق من نور ويتنزل لهم من السماوات العلى ويتعامل معهم؟ طيب واحد من المفسرين رحمة الله عليه ينبغي أن نكون نحن رسل حتى نجيب على هذا السؤال، نكون رسل مهيئين نعرف ظرف التهيئة البدنية والنفسية للرسل. ربنا سبحانه وتعالى عمل حادث شق الصدر للرسول صلى الله عليه وسلم مرتين، مرة عند بني ساعدة رضيع عنده 3 سنوات، ومرة وهو يجهز للإسراء والمعراج. هذه تهيئة. لو جاب لك واحد قبل 20 سنة جهاز زي ده زي الهاتف هذا وقال لك ده تقدر تتكلم فيه من غير سلك ويوصل كلام، مش هقول لك تقدر تستقبل وتقدر تبحث وتقدر تخش على شبكة عنكبوتية. لو قال لك الكلام ده وانت يعني في 95 كده كان مخك يلسع يقول لك الكلام ده مش معقول. طب والسماعة فين؟ نقول لك التليفون تقدر تتكلم فيه من غير سلك. تسألنا على السماعة؟ لا أيوة السماعة. طب والقرص اللي كنا نرن منه ده ولا المفاتيح؟ خلاص. ولو واحد قال لك هيبقى الشاشة هي من غير الأزرار ما كنتش تصدق هذا الكلام. ربنا اختصر الإجابة على أسئلة تلقي الرسل للوحي، اختصر هذه الإجابة بآية كريمة الله أعلم حيث يجعل رسالته. دي نقطة على الوحي. نقطة ثانية، الأنبياء وهم صفوة الخير المختار من البشر بينهم تفاضل، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. إيه ده؟ ده حتى القرآن فيه تفاضل وهو كل كلام الله. بعد ما خلصنا الآية دي مش دخلنا فآية الله لا إله إلا هو الحي القيوم اللي هي آية الكرسي، هذه أفضل آية في القرآن الكريم. واحد يقول يا عم ما كل كلام الله، معاك إن كل كلام الله بس فيه فضل وأفضل. لما تجيب آية في سورة البقرة يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، تتخيل إن واحد يبكي وهو بيسمع يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض؟ يخطر على بالك؟ سمحتوا حد يبكي في يسألونك عن المحيط؟ أنا سمحت. مالك يا ابني؟ هذه آية وآية الكرسي آية، لكن جلال آية الكرسي جلال عظيم. القرآن يا شباب، القرآن يا أخوة، القرآن يا مسلمين، اوعى تكونوا أما تعدوا ورقاته وتقلبوا صفحاته وعامل روحك أما تقرأ الورد القرآن. القرآن ربنا قال عليه وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. روحا، القرآن روح، عارف روح يعني ايه؟ روح تدب فينا الحياة. احنا اجساد ميتة
بدون اتصال بالملأ الأعلى، بدون اتصال بالله تبارك وتعالى، القرآن هو الذي يحيي أجسادنا. لذلك ربنا سماه روح، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء. القرآن الكريم ربنا قال استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. الجسد بدون روح ميت ولا لا؟ الله عز وجل يدعونا إلى القرآن وهو روح للأجساد. الكلام ده حقيقي، اوعوا أنا استفتحت لكم الكلام بأحاديث فضائل الصور، وأن الشيخ لما قال لنا عنها أحسن ما فيها ضعيف وأكثرها موضوع، خلنا نعرض. لا، هو ممكن يكون في حديث موضوع أو حديث ضعيف، لكن مش معنى ذلك أن المعنى ضعيف، مش معنى ذلك أن المعنى ضعيف. لا، القرآن مهم، يحيي الأبدان وهو روح تحيي أنفسنا الميتة. ما سمحتوش أن أعلى نسب الانتحار في البلاد اللي هي أعلى دخل الفرد فيها أعلى نسبة في العالم. لماذا؟ لأنه افتقد الروح، افتقد الروح، افتقد الصلة بالمولى تبارك وتعالى. ولفظ روح لفظ عميق، يجعل القرآن يشعر بك ويشعر بمن يتعامل معه ويصاحبه. إذا صاحبت القرآن صاحبك، وإذا انشغلت به انشغل بك. القرآن والصيام يشفعان للعبد يوم القيامة. انت شفت الكلام، القرآن يشفع. طب يشفع ايه؟ بروح. القرآن يصاحبك إذا هجرت يهجرك. تعرف الأحاديث في هجر القرآن الكريم؟ فإنه أشد تفصيا من الإبل في من عقولها. القرآن الكريم أشد تفلت من الإبل في عقولها. ليه؟ تعاهد القرآن، النبي قال كده عليه الصلاة والسلام، فإنه أشد تفلتا. يعني مش عايز أقول كلمة كائن حي، ده هو روح مش كائن حي، هو روح. فالقرآن أما يصاحب اللي يصاحبه، وما يعطي اللي يتفكر فيه، واللي يهجره هو كتاب عزيز. ليه القرآن الكريم اسمه كتاب عزيز؟ ربنا سماه كتاب عزيز لأن العزيز ما يمشيش ورا حد، الناس كلها تمشي ورا العزيز، إنما هو ما يمشيش ورا حد. هاجر القرآن، يهجره القرآن، لأن القرآن عزيز. ما تنساش الربع ده ذكر التفاضل، وذكر أفضل آية، وبعد كده ذكر الحياة كيف تكون. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت. انسى شوية فكرة الحياة المادية اللي هي جسدي وجسدك، حياة الروح أهم. قال أنا أحيي وأميت المغفر. سيدنا إبراهيم عايز يخلص، قال له فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت. وبعد كده ذكر القرية اللي هي كانت خربانة، والرجل الصالح اللي أمته الله 100 عام ثم بعثه، هذه حياة. وبعد كده وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن. يا مشايخ، يا حبايب، يا مسلمين، يا أهل القرآن الكريم، يا من تتدبرون القرآن، انسوا فكرة أن الحياة اللي بتتكلم عليها هذه الآيات حياة البدن، وإن كانت صحيحة، إنما حياة الروح أهم. النفس التي إذا يأست وقنطت قتل صاحبها نفسه وانتحر، ده محتاج لروح لا يجدها إلا في القرآن الكريم وفي الإيمان بالله سبحانه وتعالى. سيدنا إبراهيم قال لربنا أرني كيف تحيي الموتى، سأله أولم تؤمن، قال له بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال فخذ 4 من الطير. سؤالات الأنبياء من هذا القبيل لحصول اليقين عندهم في دعوتهم لأممهم جائز. جائز ليه؟ لأن ربنا أصلا بيرسل المعجزات للأنبياء حتى يقوي اليقين. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض سورة الأنعام وليكون من الموقنين. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى لنريه. يبقى الرؤية مطلوبة في كل شيء. عايز يري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض، يريه ليوقن، ويري سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. كيف تحيي الموتى أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. فمطلوب لنا الرسول صاحب الهيئة أو الاستقبال الخاص للوحي، مطلوب له إن هو يكون عنده يقين. طلب من ربنا هذا الطلب، فقال له هات كم طير كده وذبحهم واخلط رؤوسهم في بعض وعجنهم عجنة مظبوطة، وبعدين اجعل على كل جبل منهن جزءا
ثم ادعهن عنده على الهدهد يجيك هدهد، نادى على الحمام يأتيك حمام، عنده على أي نوع من أنواع الطيور الأربعة هيأتيك كل طير وتتجمع أشلاؤه من كل مكان يأتيك على هيئته التي كان عليها. فلما رأى إبراهيم هذا الكلام ازداد يقينه. أنت تزداد يقينك لما تقرأ في القرآن صفحة وتتدبر فيها معنى وتعرف أن الله سبحانه وتعالى هو المهيمن على الكون وأن كلامه هو المنهج السوي والأمثل للبشرية. صلى الله وسلم وبارك على نبينا وآله. بارك الله فيكم.